شهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان كل الصعاب تهون لحظة ختمه يا لذة نشتاقها بتفاني يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التيجان حافظ عليه وصن تلاوتك التي عطرتها بالمسك والريحان يوما ستفرح بالحصاد وترتقي وتكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان كل الصعاب تهون لحظة ختمه يا لذة نشتاقها بتفاني يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التيجان حافظ عليه وصن تلاوتك التي عطرتها بالمسك والريحان يوما ستفرح بالحصاد وترتقي وتكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيق
ومنهج في مركز الإتقان. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني. يا ماهرا بالآية تتلو تبتغي درجات جنات مع التيجان، حافظ عليه وصن تلاوتك التي عطرتها بالمسك والريحان. يوما ستفرح بالحصاد وترتقي وتكون حقا حافظ القرآن. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان. قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان. ونعمة الفرقان. قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان. قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني. يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التيجان، حافظ عليه وصن تلاوتك التي عطرتها بالمسك والريحان. يوما ستفرح بالحصاد وترتقي وتكون حقا حافظ القرآن. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان. قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان. ظل الحياة ونعمة الفرقان. قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان. قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني. يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات.